ومرة جديدة وأخيرة بإذن الله، يعطيكم العافية شباب وصبايا الصف التاسع. إن شاء الله اليوم رح نختم المادة ورح نبلش بآخر وحدة اللي هي وحدة الهندسة. كنا حكينا عن هاي الوحدة كتير، إنه بالأيام العادية رح أعطيك إياها على شكل ورقة عمل ورح أركز لك بس على المعلومات القوية اللي فيها اللي أنا بدي إياهم منها. بهذا الفيديو رح نختم الوحدة بإذن الله. هلا كيف يمسوا 4 دروس بفيديو مش عارف شو؟ خافش البنات روحي جيبي لي 17 قلم، والشباب الله يخلف عليك جيب لنا قلم واحد. طبعا بنات جيب لنا قلم تخطيط وقلم مش عارف شو، قلم ملون، احوشوا لي كل القلم اللي عندكم صبايا وتعالوا. شباب الله يخلف عليك جيب لنا قلم واحد وتعال. يلا اذا بتفتح على تهيئه هذه الوحده صفحه 114 بتلاقي انه فيها اسئله لصف سادس ورابع، حلو متسلى عليهم. زي هون مجموع زوايا المثلث، اعطيني الزاويه الضاليه. احنا بنعرف انه مجموعهم 180 بتجمع هاي بالطول الثالثه، يعني مبدا صف رابع بالضبط، وممكن تكبر وتصير سادس. استخدم مسطرة والفرجال في رسم زوايا، حلوة هاي، حلوة بعد الفطور هيك تتسلى عليها أو قبل الأذان. طيب الوحدة هاي شباب فيها 4 دروس، الدرس الأول تشابه، تشابه مثلثات، تطابق وتطابق مثلثات. إحنا شو اللي بيهمنا؟ أنا اللي بيهمني ولازم أركز عليه تشابه المثلثات وتطابق المثلثات، بس إحنا ما بنفهم تطابق المثلثات لنفهم التطابق بشكل عام والتشابه بشكل عام. فأنا حاليا بدي أشرح لك شو يعني التطابق بشكل عام والتشابه بشكل عام، وبعدين افوت على تشابه المثلثات وتطابق المثلثات. طبعا هاي الوحده فايته معك في الامتحان، كيف رح تدرسها؟ كل شيء ركزت عليه جبت لك مثال عليه فايت معك في الامتحان، ماشي ما ركزت عليه بتمشي عنه. تمام سيبك من الدرس، اعطيك سؤال او اشي تصور واقعي حياتك العمليه عشان تفهم شو التطابق وشو عن التشابه ونخلص منهم. هلا افرض في عندك انت بدك تقارن بين ايدك وايد صاحبك او ايدك وايد صاحبتك. الاتين ماما فيهم 5 أصابع، والاتين فيهم أظافر، والاتين فيهم خلايا، والاتين فيهم كل إشي، بس في إيد ممكن تكون أكبر من إيد بشوي، أو إيد أبيض من إيد بشوي، إيد سمراء وإيد بيضة، إيد ضخمة وإيد أصغر. هلا هم بشكل عام إيدتين، الشغلات الأساسية موجودة في الجهتين، فأنا هون بحكي تشابه. ليه تشابه؟ لأنه التنتين فيهم مجموعة من الصفات اللي هم الأصابع، الأظافر، الخلايا، الدم، اللي مش عارف شو، نفس عدد الأصابع. بس بيفرقوا انه في ايد مثلا افتح من ايد، ايد اسمر من ايد، ايد اكبر من ايد، ايد اصغر، ايد اضخم. تمام ايد مجروحه مثلا، فهذا شو بسميه انا تشابه. اذا هذول الايدتين بيشبهوا بعض. بالمقابل جيب ايدك انت التنتين، شو مالهم ايديك التنتين؟ نفس عدد الاصابع ونفس اللون ونفس الدم ونفس الخلايا ونفس كل شيء، حتى انه انت لما تزقف زي هيك شو بيكونوا ايديك؟ اتطابقوا مع بعض لانهم نفس الشيء، ما في ولا فرق عن هاي الايد عن هاي الايد، فهون صار اسمه شو؟ تطابق. اذا التشابه بعض الصفات بتكون موجوده والصفات الثانيه مش موجوده، او في صفات مش موجوده. التطابق كل شيء اكزاكتلي هون موجود زيه هون، فانا بحكي تطابق الايدتين بالضبط. هذا هيك بشكل عام تطابق والتشابه. هلا عشان انت تكون فاهم اكثر، سؤال: هل كل تشابه هو تطابق؟ هل كل تطابق هو تشابه؟ بالعكس، مين الجملة الصحيحة؟ طبعا كل تطابق هو تشابه، لأنه لما بتطابق كل الصفات موجودة، فأنا هون اتطابقت وتشابهت. ولكن هل كل تشابه متطابق؟ لا، أنا ممكن أكون أشبهك لحد بعيد بس ما بتطابق معك. هذا هيك بالحياة العملية. طبعا هذا الحكي نفسه بنسقطه على المثلثات وعلى المضلعات. بدرس التشابه هذا الأول اللي أنت عندك إياه بحكي لك بتشابه إذا كان، يعني بشكل عام يتشابه شكلان إذا كان لهم الهيئة نفسها. شوف هيئة نفسها، نفس الإيد، نفس الأصابع، وإذا اختلف الحجم بالتكبير أو التصغير. إذا إيدك أضخم، إيد الشباب أضخم، إيد الصبايا أرق وأصغر، شباب سود، بنات بيض، هدول فرق، فعشان هيك صار اسمهم تشابه. بس ففي أشياء أنا ممكن تفرق معي. تمام. أما في المضلعات هذا بشكل عام، بالمضلعات بيتشابه إذا كان له نفس العدد من الأضلاع. يعني أنا ما بقدر أقول مثلا الخماسي بيشبه المربع، لأنه المربع له 4 أطوال أضلاع ولكن الخماسي له 5. فهون إذا كان لهم نفس العدد من الأضلاع، وإذا كانت الزوايا المتناظرة متساوية، وقياس وأطوال الأضلاع متناظرة متناسبة بشكل معين. شوف شو الأشياء ركز عليها، الأضلاع نفسها، الزوايا المتناظرة، هلا بفهمك شو يعني متناظرة، متساوية، أطوال الأضلاع المتناظرة ما قالش متساوية لأنه إذا قال متساوية صار تطابق، المتناسبة بنسبة ثابتة. تمام؟ شو يعني الزوايا المتناظرة؟ يعني زاوية الرأس بالمثلث هذا نفس زاوية الرأس بالمثلث هذا. حتى لو أنا ضحكت عليك ولفيت المثلث لف، بتدور وين زاوية الرأس وين زاوية الرأس، لازم يكونوا متساويات. إذا الأضلاع عددها نفسه، الزوايا قياسها
نفسه ولكن الأضلاع متناسبة. كيف يعني متناسبة؟ شوف لك الشكل هذا، إذا بتلاحظ إنه ألف باء هون بيشبه ألف باء هون. إذا كان هذا ماما رق قياسه 4 سم، هذا بيكون قياسه 8، يعني في بيناتهم نسبة معينة. فإذا كان هيك، إذا كان ألف باء دال 2 سم، بيكون هذا 4 سم، إذا النسبة بين الشكلين نص. كنا نحكي عنه بسابع مقياس رسم أو معامل تشابه، هلا طلاب الأدبي بياخدوه بالجغرافيا. فإذا الشكلين نفس عدد الأضلاع، قياس الزوايا متساوية، ولكن أطوال الأضلاع بينهم نسبة، مثلا نسبة تلت، نسبة نص، نسبة ضعف. هلا شو نسبة هذا على هذا؟ الضعف. هذا الضلع اضربه باتنين بيصير هذا. طب شو نسبة الكبير على الصغير؟ النص. هذا المثلث اقسمه على اتنين بيصير هذا المضلع، بيصير هذا المضلع. إذا هي هيك معناها نسبة ثابتة. روح لي على القاعدة، شو بتقول القاعدة؟ سيبك منه سيبك منه، بس هون شو؟ نسبة ثابتة بين المضلع الأول والمضلع الثاني، أطوال الأضلاع بينهم نسبة ثابتة. ماما ليش نسبة ثابتة؟ لأن إحنا شو قلنا؟ قلنا بيفرق بعد بالتكبير والتصغير. هلأ باللون ما بيفرقش معك، اللون بإيديك في الحياة العامة، ولكن بالمضلعات بس إنه إذا اختلف الحجم بالتكبير أو التصغير، إشي بيكون أكبر وإشي بيكون أصغر فقط. شوف لي هذا المثال. هذا طول عندك مثلث منفرج الزاوية، فيه دال واو ها اسمه، وهنا اسمه لام سين عين. واو دال، ايش الاشي اللي بناظره في المثلث الصغير؟ سين لام. اذا من البناظره اللي بيشبهه اللي زيه. سين عين شو اللي بناظره بالمثلث الكبير؟ واو ها. عين لام شو بناظره بالمثلث الكبير؟ ها دال. هلا هون 6 هون 12، شو العلاقه بينهم؟ الصغير ضرب 2 او الكبير على نص على 2. إذا هاد كان 24، هاد شو بده يكون؟ أكيد 12. ليش 12 ماما؟ لأنه العلاقة بيناتهم باتنين، فـ 12 باتنين 24، 24 على 2 12. هلا هذا 15، يعني هاد شو بدها تكون؟ 7.5، يعني عادي لو كان في انصاص. شوف السؤال كيف حله بطريقة أنا ما حبيتها أبداً. كتير طويلة، واقسم واضرب واطرح ومش عارف شو. هيها 7.5 مثلنا، خلص، بدناش طريقة الحل هاي، أنا بدي إياك تعتمد الحل هاد، إنه من ضلعين انت بتعرف شو العلاقة، يا اما الصغير ضرب 2 يا اما الكبير تقسيم 2. حلو؟ هذا هيك من التشابه بشكل عام. طبعا اعطاك مثلث واعطاك مربع واعطاك، لانه هيك بحكي التشابه بشكل عام. انا ما بدي هون، احنا ما نخش وين الدراسة صح على تشابه المثلثات. شوف لي بس والله هاد 4 س، هاد 6 س، هاد 6 صار 12. مين اللي بوازي او بناظر 4 س، العين ولا هاد؟ لا هاد. إذا العين تناظر ال4 س، لازم تفهم التناظر من هذا الدرس. فعين قديش تساوي؟ 8 مبينة، لأن الصغير 6 في 2 12، 4 في 2 8. طبعاً هل دائماً العلاقات بيناتهم نص؟ ممكن تكون تلت، ممكن تكون خمس، حسب. إذا من التشابه هلا بنصغر الدائرة، حنضل تشابه ولكن مثلثات بالضبط. شوف لي المثلثين هدول، سيبك منهم، تعالي ورا. الحالة الأولى، يتشابه مثلثان إذا تطابقت زواياهما المتناظرة. إذا ما هي حالات تشابه المثلث؟ ركزوا، نحن عم نحكي على التشابه، تمام؟ حالات تشابه المثلث. بالحالة الأولى، المثلثين اللي قدامك تقدر تطلق عليهم متشابهين. هلا أديك بنصير نقول 5 أصابع أضافة مش عارف شو، ولكن المثلثات ما عندك إلا زوايا وأضلاع. الخاصية الأولى اللي بتحكي عن الزوايا، إذا كانت زواياهما المتناظرة، فهمنا شو يعني متناظرة؟ اللي بتقابلها بالمثلث الثاني متطابقة. شو يعني متطابقة؟ يعني زيها بالضبط، نفس قياس الزوايا. فهدول المثلثين بحكوا عنهم شو مالهم؟ متشابهين مش متطابقين. لأنه حكينا إحنا بالحصة الماضية أو اللي قبلها إن أنا ممكن أرسم مثلث جميع زواياه 60 درجة ويكون قد النملة، وممكن أرسم مثلث قد المدرسة كلها ويكون زواياه برضه 60 بـ60 بـ60. إذا الزاوية 60 ما إلها شرط طول ضلعها يكون 8 سم، ممكن يكون 8 كيلو، ممكن يكون 2 سم، تمام؟ الحالة الأولى، تشابه مثلثان إذا تطابقت زوايا المتناظرة تتطابق. يلا نشوف كيف. عندك المثلث الكبير اسمه ألف جيم با، أو ألف با جيم. المثلث الصغير اللي هو هاد، شو صار اسمه؟ ألف سين صاد. إذا تطابقت يعني صاروا بالضبط نفس القياس. هلا الزاوية ألف موجودة بالمثلث الصغير والكبير، فالزاوية ألف متطابقة. لاحظ ان هذا البرهان انا لو كنت بنشرح لك اياه في ايام عاديه راح اهلكك فيه سؤال، بس انا هلا بما انه السؤال ضع دائره عم بشرح لك بطريقه كيف تجاوب ضع دائره. لما تطلع هون كيف البراهين
انا هذا البراهين في امتحانك النهائي ما راح اقدر اشوفها، فانت بدك تتعلم هلا مني كيف نجاوب لو كان السؤال ضع دائرة. الزاوية ألف متطابقة في المثلثين لأنها مشتركة، فهي هون بهذا المثلث الكبير نفسها في المثلث الصغير، بالتالي الزاوية ألف خلص متطابقة بالجهتين. لازم نشوف باقي المثلثات الزوايا. إذا بتلاحظ يا باشو هلكتك هاي المادة في تامن، هلكتك هلك فيها. لو مديت الخط هذا هيك ومديت الخط هذا هيك بصير الخطين شمالهم متوازيين، وهذا صار بيناتهم شماله هاي الزاوية، وهي هي الزاوية سين الضفحة الصا، وهي الزاوية صاد، وهي الزاوية جيم ضفحصهم، لازم هلا سين تساوي با، صار عندك خطين متوازيين، ماشي يا أمي؟ هذا اسمه قاطع لهما. شو العلاقة بين الزاوية سين وبا؟ سين خارجية وبا داخلية، الطلاب اللي درستهم اياها بصف سابع، شو كنا نقول عنها؟ واحد برا وواحد جوا على نفس الخط تسمى زوايا متناظرة، والزوايا المتناظرة إذا كانوا الخطين متوازيين متساويين، إذا سين تساوي با بالتناظر، هيو. هذا كله برهان انا بشرح لك اياه الك، احنا مش قاعدين نشلفق، عم بشرح لك شيء ما راح اقدر اجيب لك عليه سؤال، بس عشان انت تفهمه، واخذنا زيه كثير في تامن. الزاويه سين والزاويه جيم نفس الشيء، وحده خارجيه وحده داخليه على نفس الجهه من القاطع، اذا الزاويتين متساويتين بالتناظر. اذا سين تساوي باء، الف تساوي الف، سين تساوي صاد، المثلثان متشابهان. ليش تشابهوا؟ لان زواياهم الثلاثه تطابقت، ركز تطابقت فهم متشابهين. قاعدة 2، يتشابه مثلثان إذا تطابقت زاويتان متناظرتان فيهما، تمام؟ إذا بكفيك زاويتين تساووا بتشابه المثلثان، بضحك عليك، طب ما هم إذا التنتين تساووا بالضبط، التالتة خاوة مجموعك أنت 180، إذا التنتين تساووا يعني أكيد التالتة بدها تكون متساوية، لأنه هم مجموعهم 180، فهم بضحك عليك، بس بقول لك بدل ما تفحص ثلاثة، افحص تنتين. إذا التنتين تساووا وخاوة مجموع مثلث 180 درجة، هذا الدليل إنه التالتة خاوة بدها تتساوى. نتيجة تانية، إذا رسمت قطعة مستقيمة تصل بين ضلعين في المثلث وتوازي الضلع الثالث، فإن المثلثين الناتجين متشابهين. إذا هذا اللي ساعة بشرح لك إياه، هي نتيجته. خاوة دائما إذا رسمت مثلث وبعدين سلخت قطعة من النص توازي التالتة، يعني ما كانت عوجة عورة، هيك مستقيمة توازي التالتة، المثلثين اللي بيطلعوا الصغير والكبير متشابهين. يا الله هذا جبت لك عنه سؤال بالثامن. وفسرنا بالبرهان ليه؟ لو انه امتحان عادي كان سلختك برهان، تمام؟ الحالة الثانية، يتشابه مثلثان إذا تناسبت أطوال أضلاعهم المتناظرة. أصلاً ماما المثلث لو بدي أعصر تفكيرك، مثلث فيه أضلاع وفيه زوايا، لحتى يتشابه، أنا بدرس التشابه، لحتى يتشابه لازم الزوايا تتساوى، ما في تتناظر، ولكن الأضلاع تتناسب. شو يعني الأضلاع تتناسب؟ سابع تناسب، يعني الضلع الكبير على الصغير يعطيك نسبة ثابتة موجودة في الثلاث أضلاع. مثلا تقسم الضلع الكبير على الصغير يكون الجواب مثلا 2، الضلع الثاني الكبير على الصغير 2، الثالث الكبير الصغير على 2. إذا قسمت 2 على بعض، واحد كبير مع واحد صغير، واحد كبير مع واحد صغير، طلعت النسبة 2. رحت قسمت الثالث الضلع الثالث من الكبار على الضلع الثالث من الصغار، طلعت النسبة 3، بطلوا متشابهين، لازم كلهم بنفس النسبة. كأنه بتعرف شباب كيف؟ كأنك بتحط الكيكة هاي وهي عجينة بالفرن وهي لساتها عجين، كلها بتنفش بنفس الجهاز. ما كنتش انت يشف محتبر يعني معتبر وتفهم، مفروض كلها بنفس النسبة ترفع وتنفخ تقريبا. روح على مثال 8-5، بحكي لك المثال القطاع يعني من أسئلة الاختبارات الدولية. عامل حاله اشي، تعال نشوف. يلا عندك المثلث هذا والمثلث هذا، هلا بدي اعلمك بالضبط شو يعني تناظر. هاي الزاوية باء وهي الزاوية صاد، تنتين قائمات. إذا بدك تدرس اعتمد الشكل في تحديد الزوايا المتساوية في القياس من كل من المثلثين، بدنا ندرس احنا الزوايا المتساوية في القياس، تمام؟ طيب هلا ما أعطاني قياس عين ولا قياس سين، ما بقدر أقول إذا هي بتساوي ألف وجيم. هلا باء صاوت مع صاد، شو الزاوية اللي بتناظر ألف؟ سين، لأنه أنت بدك تقلب المثلث هذا هيك عشان تصير باء عند صاد، فبتصير شو؟ بتصير ألف عند سين وجيم عند عين. هو شو بقول لك؟ اعتمد هذا عشان تحدد إنه الزوايا هدول ألف تساوي سين وجيم بتساوي عين. طب ماما ما أعطاك قياس زوايا، كيف بدك تحذر؟ ولا يمكن تقدر تحذر. طب شو أعمل؟ أعطاك أطول أضلاع، أنا بعرف إذا تناسبت أطوال الأضلاع مع المثلث الكبير، هذا معنى إن المثلثين متشابهين. وإذا المثلثين تشابهوا هاد معنى إن زواياهم كلها شمالها متساوية،
وعندنا كجحا بنلف دويره. اذا من تناسب الاضلاع بعرف انه تشابه، واذا تشابه يعني الزوايا تساوت. هذا الشكل قدامك، اذا الزوايا تشابه تساوت يعني هو متشابه، طالما تشابه يعني الاضلاع شو مالها تناسبت. فانت بتصير تلفك. هلا بما انه انا معي طول اضلاع بدي افحص التناسب، اذا التناسب تساوى او ظبط معي بكون المثلث متشابه وبالتالي تساوى. ارسم لك المخطط هون، يلا بعيني الله شو بدي اسوي. بدي ارسم لك هون المخطط. هاي احنا عندنا مثلث متشابه، كيف تعرف انه متشابه؟ اذا كانت اطوال الاضلاع المتناظرة متناسبة، ما بقول لك انا متساوية، طلع كيف متناسبة من السرعة كيف انكتبت، متناسبة. اذا اطوال الاضلاع المتناظرة متناسبة هذا معناه انه مثلث متشابه، واذا كان المثلث متشابه شايف المخطين هذا معناه انه اطوال الاضلاع المتناظرة متناسبة. المثلث له اضلاع وله زوايا، إذا الزوايا تساوت exactly هاد معناه إنه المثلث متشابه، وإذا المثلث متشابه هذا معناه إنه الزوايا متناسبة، يعني بقدر أروح من كل فرع. طلع إذا أنت حسبت وطلعت أطوال الأضلاع المتناظرة متناسبة هاد معناه إنه المثلث متشابه، وطالما إن المثلث متشابه هاد معناه إنه الزوايا شمالها متساوية. تمام تمام هاي المثلث المخطط شفناه. تعال انطر هون. إذا هو بده نحدد الزوايا بس ما أعطاني زوايا، أنا بدي أستفيد من الأضلاع أطلع على الزوايا. صلى على النبي. أي الزاوية القائمة بدنا نحضر هلا الزوايا الأضلاع المتناسبة. صاروخ هذا المثال. ألف باء شو بناظرة من المثلث هذا؟ ألف باء بناظرة الضلع مين؟ سين صاد. ليش؟ لأن أنت إذا قلبت هاي هيك وديت قفالة هناك وطلعت القائم فوق شو بيصير فيه؟ فإذا أنت رفعت هذا المثلث لفوق هي هذا ترتفع معك لفوق. تمام؟ هلا الوتر مبين سهل معك، عين سين يناظر ألف جيم، عين سين يناظر ألف جيم. تمام؟ هلا سين هو عبارة عن الزاوية التحت، عاملة علاقة مع القائم ولكن بالوتر هي التحت. هون مين اللي بتناظرها؟ لو قلبنا هاي لفوق تمام بتصير سين نفس ألف، لأن هاي بتنزل بتطلع هاي لفوق، هاي رح تقلب وتنزل معها تحت. فالضلع سين صاد يوازي ألف باء، ألف باء نفس سين صاد. طيب شو علاقة سين صاد بألف باء؟ جيب ألف باء ثلاثة، إذا ضربته باثنين بصير ستة. حلو، يعني العلاقة بينهم أنا عم بعلمك كيف تحل كامتحان إلكتروني مو بزي هيك. يلا فإذا ألف باء بيشابه مين؟ هيك رمز التشابه، بيشابه سين صاد. تمام؟ ألف باء طوله 3 وسين صاد طوله 6، شو العلاقة بيناتهم؟ إنه هذا أضربه باثنين أو هذا قسمه على 2، إذا العلاقة بيناتهم 2، نص و2. تعال نفحص الثانية، عين صاد، عين صاد أو صاد عين يساوي باء جيم، بيشابه باء جيم. 4 لو ضربتها باثنين بتصير 8، والثمانية لو قسمتها على 2 بتصير 4، إذا حلو، إذا النسبة هون نص، نفس النسبة ظبطت هون نص، هلا لازم تظبط على الوتر. الوتر 5 لو ضربتها باثنين بصير 10، هذا لو قسمته على 2 بصير 5، ممتاز، إذا النسبة بالثلاثة اللي هي نص أو 2، إذا بتتعامل مع الصغير في 2 بتتعامل مع الكبير على 2، ممتاز، إذا هذا معناه إنه المثلث الصغير يشبه المثلث الكبير، بما أن المثلثين متشابهين، هذا معناه إنه الزوايا متساوية. سؤال من الاختبارات الدولية جدا قوي. ماشي. بالحالة الثالثة، إذا الحالة الأولى إذا تشابهت زاويتين تساوت زاويتين، الحالة الثانية إذا تناسبت كل الأضلاع، الحالة الثالثة يتشابه مثلثان إذا تناسب طولي ضلعين مع أحدهما مع طولي ضلعين الناظران لهما في الآخر، وكانت الزاوية المحصورة بين الضلعين في المثلث الأول تطابق الوزن النظر لها في المثلث الثاني، ممتاز. اذا يتلت زوايا يتساووا، يتلت اضلاع يتناسبوا، يضلعين وزاويه. هاي شو بدنا نسميها؟ بدنا نسميها ضلعين وزاويه، بس مش اي زاويه، الزاويه المحصوره بينهم. ارسم لي المثلث، يعني مثلا رسمته قائم عشان ما تفكر الموضوع بس على القائم. سين صاد عين. هلا انت اذا كنت بتعرف طول سين صاد
وبتعرف صاد عين لازم تكون تعرف الزاوية هاي، هاي زاوية الصياد هي المحصورة بين هاي، فأنت بتكون عارف هاد معك مياه ومعك طول صاد عين ومعك الزاوية هاي، والمثلث الآخر بتكون عارف فيه طول الضلع ألف با جيم، بتكون عارف هذا الضلع وهذا الضلع والزاوية المحصورة بينهم. إذا مش أي زاوية بالمثلث، لا، الزاوية اللي قاعدة بالنص بين الضلعين اللي أنت عارفهم. فإذا إذا الضلع هاد تناسب مع الضلع هاد والضلع هذا تناسب مع الضلع هذا والزاوية س ساوت الزاوية ألف، هذا معناه أن المضلعين الضلعين متشابهين. إذا كم حالة؟ راجعهم ودرسهم، ثلاث حالات، أولى ثانية ثالث حالة. تمام. مثلا هذا المثلث، هذا الضلع بيساوي هذا وهذا الضلع بيساوي هذا الضلع، وين الزاوية المحصورة بينهم؟ هيها، ها موجودة عند التنين. هلا هذا الضلع لازم يشابه هاد تناسب، وهذا الضلع لازم يناسب هاد، هو مش بس ناسبه هو سواه، يعني لازم الضلع الكبير بالنسبة والتناسب يكون قد الصغير فعلا، لأن هذا عبارة عن شحطتين، يعني إذا هاد كان خمسة هاد خمسة يعني كله عشرة، هاد لحاله خمسة إذا النسبة بينهم النص، إذا هذا كان اثنين هذا حيكون اثنين يعني كلهم أربعة، كل هذا أربعة، هذا لحاله اثنين، إذا النسبة بيناتهم برضه نص، إذا الضلع الكبير ناسب الصغير، الضلع الكبير ناسب الصغير، في زاوية بالنص محصورة متساوية، المثلثان متشابهان. التطابق شرحت لك إياه، يعني بالضبط يساوي. طب إلك معلومة، متى المثلثات بالطبقة والمضلعات بالطبقة؟ إذا كانوا نفس الطول بالضبط والزوايا كانت نفس القياس بالضبط. ظل أنا أقول لك إكزاكتلي، طلع بالرياضيات التطابق ماما مساواة فوقيها كمان شحطة، إذا تساوي وفوقيها كمان شو؟ فوقيها كمان شحطات، بحكي عنهم تطابقان. إذا التطابق أشمل من التشابه، نفس فكرة التشابه يا أمي، بس أنا بدل ما أقول لك الأضلاع المتناظرة منها تتناسب، لا، هون بيصير الأضلاع المتناظرة أنها تتساوى والزوايا أنها تتساوى، هذا في أي مضلع، يعني لازم ألف باء عين واو يساوي دال جيم لام كاف، والزوايا كلها بالضبط انها تتساوى. تعريف اثنين، يتطابق مضلعان لهما العدد نفسه من الاضلاع في حاله واحده فقط اذا تطابقت الاضلاع المتناظره والزوايا المتناظره فيهما. اذا متى بتقول هذول الضلعين متطابقين؟ اذا الزوايا المتناظره تساوت والاضلاع المتناظره تطابقت. ماما ليش بحكي متناظره؟ لانه انا ممكن اعطيك الشكل الاول والثاني الفه، فانت بدك تدور وين المتناظر يتساوى. تمام. بس هذا الدرس عباره عن هاي المعلومه وهي المعلومه، يعني أكيد الكل بيعرفها، التعريف هذا والتعريف هذا. تمام. قلنا ليش متناظر؟ أنا ممكن أعطيك الأشكال وهي لافة وجهها، يعني طلع هذا السؤال والله العظيم سؤال صف رابع، عين الأشكال المتطابقة بين هذا مطابق هذا، هذا صف أول حتى من قسم مهارات الطفل الإبداعية، من الأضلاع المتطابقة بتصير تدور، يعني مثلا هذا ما بطابق هذا، ولكن هذول التنتين ممكن إنهم بتطابقوا، هذول التنتين ممكن إنهم بتطابقوا. حلو حلو حلو، كيف قبل الافطار عشان تضيع وقت انت صايم. نروح حلقتي على تطابق المثلثات بالضبط، تطابق المثلثات. ما احنا قلنا تطابق المضلعات انه لازم الزوايا المتناظرة تتساوي والاضلاع المتناظرة تتطابق تتساوى. طب ما المثلث مضلع، ليش حط انه درس؟ مش عارف هيك. اذا المثلث عشان مثلثين يتطابقوا الزوايا المتناظرة تتطابق والمتساوي والاضلاع المتناظرة متطابقة. ماشي. هل قال لك برضو في حالات تانية ممكن يتطابق فيها المثلث؟ يعني مثلا انا ما عاد اقول لك ماما اذا طابقت ضلعين، اذا طابقت زاويتين في المثلثين المثلث متشابه. طب مثلا انت قلت لي ثلاثة وهو الكتاب بده يخفف دمه عليك، لما بتطابقوا التنتين الثالثة اللي هون حتتطابق مع الثالثة اللي هون لانه مجموع زوايا 180. نفس الشيء المثلثات بده يتهبل عليك شوي، بدل ما يقول لك بدل ما تفحص الثلاثة يتطابقوا والثلاث زوايا يتطابقوا بكفي بكل حالة تفحص إشي واحد. كم حالة عنا؟ أربع حالات بدك تحفظهم زي اسمك. تمام؟ إذا أربع حالات بدنا نفحصها زي اسمك تحفظهم. إذا المثلث بشكل عام بتطابق إذا كل زوايا مثلثين، كل زاويتين متناظرتين بالمثلث متساويتين، وكل ضلعين متناظرين بالمثلثين متطابقين exactly. في حالات تانية بدل ما تفحص الثلاثة هون والثلاثة هون تفحص ستة، بقول لك الحالة الأولى
ممكن الطبق إذا تطابقت زاويتين الضلع الواصل بين رأسيهما في المثلث الأول مع الزاويتين والضلع الواصل بين رأسيهما في المثلث الثاني. يا حبيبي وأنا عشان مش طايم صايم مش فاهم. لا تعال أقول لك، هاي الحالة اسمها الزاوية ضلع زاوية. يعني بالمثلثين بدل ما تفحص إنهم الثلاثة الزوايا يتساووا والثلاثة الأضلاع يتساووا، بكفي عليك تفحص الزاوية المتناظرة الأولى تتساوى والزاوية المتناظرة الثانية تتساوى والضلع اللي بيناتهم. ماما مو هذا الضلع ولا هذا الضلع ولا هاي الزاوية، هدول إذا زاويتين وضلع بالنص، تطلع زاويتين والضلع بالنص. إذا الزاوية الأولى بالمثلث الأول والثاني تساوت والزاوية الثانية بالمثلث الأول والثاني تساوى، طبعا متناظرات، مش بتسألي على القاعدة وتروح تفحص الارتفاع الرأس، والضلع اللي واصل بينهم بالضبط يتساوى، المثلثين تساووا. تعال ناخذ مثال ألف با جيم متطابق الضلعين، متطابق الضلعين، هيو هذا المتطابق، حط لي إياهم. مساحة ألف با دال 24، احسب مساحة ألف با جيم. ألف با دال 24، بدي مساحة ألف با جيم، ألف با جيم كله، مساحة ألف با دال، هاي ألف با دال لحالها 24، بده مساحته كله. أول شي بتفحص هذول المثلثين متطابقين، صلي على النبي. قال لك هذا الضلع يطابق هذا الضلع، وهاي زاوية قائمة، يعني هاي الزاوية بدها تكون قائمة. أنا بدي أفحص زاوية وضلع وزاوية، إذا هاي عندي زاوية وهاي عندي ضلع، افحص هاي الزاوية وهاي الزاوية، هاي الزاوية وهاي الزاوية متساويات، وهذا الضلع وهذا الضلع متساويات. ضل علي أفحص إنه با تساوي مين؟ تساوي جيم. با تساوي جيم، ليش؟ ليش با هاي لحالها تساوي جيم؟ هلا هاي وهاي 90 90، تمام؟ زاوية القاعدة، هلا هذا مثلث متطابق الضلعين، يعني هذول الضلعين متساويين، فالمثلث متطابق الضلعين زوايا القاعدة متساوية، فهاي الزاوية بتساوي هاي، وهذا الضلع بتساوي هذا الضلع من السؤال، وهاي الزاوية بتساوي هاي الزاوية من السؤال، لأن هذول قائمات المثلثين متطابقين. إذا أنت 24 يعني أنت 24 يعني كله مساحته 48 بس. إذا مهارة تفحص هل هذا المتطابقين، بجيب لك هيك السؤال، هل هذول المثلثين متطابقين؟ تفحص لي حالات، لازم هاي الحالة تكون بمخك، بتقول لي هذول الضلعين زاويتين متساويات والضلعين متساويات، ضل افحص هذول، فصار الزاوية ضلع زاوية. الحالة الثانية ما بحب أقرأ هذا الحكي لأنه بتحس إنه أنت بتفهموش، أنت بتفهم هذا اللي تحت، زاوية وضلع، زاوية زاوية ضلع. إذا بدل ما يكون زاويتين وضلع بالنص، هلأ زاويتين والضلع اللي قبالهم. إذا هاي الزاوية بتساوي هاي الزاوية تساوت، هاي الزاوية بتساوي هاي الزاوية تساوت، الضلع الثالث اللي مالوش دخل فيهم اللي ما بوصلهم هو اللي لازم يتساوي. إذا بالحالة اللي قبل كان الضلع يلي بوصل راسهم التنتين، يعني هاي الزاوية هاي الزاوية الضلع الواصل بين روسهم، هاي الزاوية هاي الزاوية الضلع الواصل بين روسهم، عشان هيك بقول زاوية ضلع زاوية، معناه إن الضلع اللي بالنص بين الزاويتين هون زاويتين وضلع، يعني أي زاويتين بدك بالمثلث، ولكن الضلع اللي ما بيوصل بين راسهم، إذا هذا الضلع ما بيوصل بين راسهم، إذا هذا الضلع المقابل، تمام؟ ممكن هاي الزاوية هاي الزاوية آخذ هذا الضلع، هذا الضلع عادي، إذا الضلع المقابل للزاويتين التنتين، تمام؟ هذا الضلع مقابل لهاي ومقابل لهاي، لو أخذت هذا الضلع مقابل لهاي بس مجاور لهاي، تمام؟ إذا عادي، المهم إنه الضلع مش اللي بوصل من راسهم، إذا بوصل من راسهم بصير الحالة الأولى، إذا الضلع الثالث المقابل لهما. شوف هذا المثلث، حتى الأسئلة اللي بعطيك إياها كتير سهلة. عندك مثلثين، هاي الزاوية تناظر هاي ومتساوية، هذول الضلعين متساويين، هذا الضلع وهذا الضلع، إذا أنا بدي أفحص أي زاوية، بدي أفحص إنه هاي تكون تساوي هاي، إذا هذول الزاويتين تساووا وهدول متساويات والضلع اللي مقابل لهم متساوي، بكون على الحالة الثانية المثلثين متطابقين، فضل عليك مهارة إنك تثبت إنه هاي تساوي هاي. كيف تثبتهم؟ وهما مبينة، بما إنه أنت خطين متوازيين هذا صار قاطع لهما، إذا أنت مد الخط هاد، مد الخط هاد، صار هذا عبارة عن قاطع لهما، الزاوية هاي هيها والزاوية هذه هيها، شو علاقتهم؟ واحدة برا واحدة جوا، وهي القاطع لهما وعلى نفس الخط متناظرتان، إذا دال وحا زاويتان متناظرتان متساويتين، فلقيت انه في زاويتين متناظرات متساويات وهدول متساويات من السؤال، والضلع الثالث اللي ملوش دخل فيهم متطابق
متساوي. إذا هذول المثلثين متطابقات exactly مش متشابهات، متطابقات على هو الحالة الثالثة الثانية. الحالة الثالثة بتقول يتطابق مثلثان إذا كان الضلعان والزاوية المحصورة بين أحد المثلثين تتطابق نظرتها. ولا بكرة بحبهم هدول. هاي طلع هاي زاوية ضلع، زاوية ضلع عكس هاي. هون الضلع محصور بين الزوايا بين النسوان، هون الزاوية محصورة بين النزلان بين الضلعين. فإذا أنت بده يكون عندك ضلعين وبناتهم الزاوية، وضلعين وبناتهم الزاوية، بدك تبلش تفحص ما هو الضلع المتناظر هون وهون. هيهم تساووا الضلعين المتناظرين هون وهون تساووا. الزاوية مش أي زاوية، المحصورة بين الضلعين اللي انت فحصتهم والزاوية المحصورة بين الضلعين اللي انت فحصتهم إذا تساووا خلص. إذا هاي زاوية محصورة بين الضلعين بين الزلمين، مرة بين الزلمين محصورة، تمام؟ اللي هي الزاوية بين الضلعين، تمام؟ طلع المثال اللي تحت. في المثلث س ص ع طول س ص يساوي طول ع س، يعني هذول التنتين متساويات. ارسم خطا يقسم المستقيم المثلث س ص ع الى مثلثين متطابقين. انا بدي ارسمه، طلع بدي ارسمه هيك. ليش بدي ارسمه هيك؟ صار عندك مثلث متطابق الضلعين. اصلا انت عندك مثلث متطابق ضلعين، صح يا امي؟ بما انه متطابق ضلعين درسناها ألف مره، يعني زوايا القاعده متساويه. شو تساوي؟ 45 من الجب والجتا. اذا هاي تساوي هاي. فصار في عندك ضلعين متساويين وهذا الضلع متساوي، صح؟ هذا الضلع تساوي، هذول الضلعين متساويين، هاي زاوية. بس لازم الزاوية وين تكون محشورة؟ لازم تكون الزاوية محشورة بالنص بينهم. إذا الزاوية لازم خاوة تكون محشورة بالنص بينهم. من هي الزاوية؟ بقدر أحسب هاي الزاوية. هلا هاي الزاوية تساوي هاي لأن أنا نزلت مستقيم. فعندك هاي الزاوية إذا بدي ألون لك إياها، صار في عندك ضلع متطابق وزاوية وضلع. إذا ضلع زاوية ضلع، إذا من هاي الزاوية اكتشفت أنا أن المثلثين متطابقين بالضبط، تمام؟ لأنه أنا قسمت الزاوية صاد لزاويتين متساويتين، هذا الضلع موجود بالمثلثين فمتطابق، وهذول الضلعين متطابقين، صار عندك ضلع زاوية ضلع. إذا على الحالة الثالثة ضلعين وزاوية محشورة بالنص. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة، طبعا هذا المثال من حالة اللي فوق. الحالة الرابعة ثلاث أضلاع إنها تتطابق تكون المثلثين متطابقين. إذا تطابقت ثلاث أضلاع لأنه خاوة الزوايا شمالها برضو راح تتطابق. ليش ماما إذا تطابقت ثلاث أضلاع؟ هاي سؤال عن جد. ليش إذا تطابقت ثلاث أضلاع الثلاث زوايا خاوة بتتساوى؟ هلا حكيت لك إياها، بس حكيت لك إياها بالعكس. قلت لك أنا بقدر أرسم مثلث زواياه 60 60 60 قد النملة، مثلث زواياه 60 60 60 قد المدرسة. إذا الزوايا ما بقدر أحكم منها، بس الأضلاع بحكم منها. إذا هدول الزوايا مثلثات أطوال الأضلاع اتطابقت، هاي من عندي عشان أنت تكون فاهم صح. هاي قائم، هاي قائم يا ستي، لو مقام قائم امسك لي هاي الزاوية. إيش جيبها مقابل عوتر؟ إيش جتاها مجاور عوتر؟ إيش ظلها مقابل عمجاور؟ طب ما هاي الزاوية إذا هدول الزوايا الأضلاع اتطابقت حيكون جيب هاي زي جيب هاي وجتا هاي زي جتا هاي، لأنه نفس الأضلاع مقابل هاي نفس مقابل هاي، صح؟ وظل هاي زي ظل هاي. طب لما بيكون الظل نفسه والجتا نفسه والجيب نفسه هي نفس الزاوية. إذا الحالة الثالثة إذا الثلاث أضلاع تساوت أكيد الثلاث زوايا برضو رح تتساوى في المثلث متطابق. عشان هيك بقول لك إذا فقط أنت عرفت معلومة إن الثلاث أضلاع متطابقات لحالك أحكم إن المثلثين متطابقين. أنا قلت لك من عندي معلومة زيادة. طب بس كيف ضمنتي إن الزوايا رح تكون هون برضو متساوية؟ ضمننا لأنه ثلاث أضلاع تساوت يعني الزاوية الوحدة جيبها وجتاها وظلها بالمثلث الثاني حيكون واحد، يعني الزاوية نفسها. إذا هاي هي الحالة الأخيرة، وهي المثال يلي عليها هذا المثلث، خش عليه هذا المثلث. هو قال لك إن هذا الضلع يساوي هذا الضلع، وهذا الضلع يساوي هذا الضلع، وهذا الضلع يساوي هذا الضلع، المثلثين متطابقين. ليش؟ لأنه صار في عندك ثلاث أضلاع متساوية، أي ضلع الأول طابق الثاني، الأول طابق الثاني، الأول طابق الثاني. إذا من ثلاث أضلاع متطابقة المثلثين متوازيين. حلو حلو هذا التدريب، تعال نحله. لكن الفهم هذا أضلاع بين المثلثين متكافئين، بدي هدول أبينهم. طبعا متكافئين شو معناها؟ متطابقين، تمام؟ يلا هذا الضلع أردي مشترك متوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين متساويين، يعني هذا مش بوازي هذا بساوي هذا.
وهذا بيساوي هذا، وهذا الضلع بالنص موجود بالمثلثين، إذن هذا الضلع بيساوي هذا، وهذا بيساوي هذا، وهذا بالنص مشترك متكافئان. من أي حالة؟ من حالة رقم 4. ليش؟ لأن كل الأضلاع متطابقة. يتطابق المثلث قائم إذا بمثلث قائم آخر إذا تساوى طول وتر في المثلث القائم الأول مع طول وتر في المثلث القائم الثاني. هذا فقط الحالة في المثلث قائم الزاوية، هاي الحالة فقط في المثلث قائم الزاوية. بس بقائم الزاوية هدول المثلثين بيكونوا متطابقين. انت عندك 4 حالات تفحص منهم، بقول لك اذا كان متطابق بدك تفحص اذا كان قائم، اذا كان طول الوتر هون بيساوي طول الوتر هون، خاوة المثلثين متطابقين، اذا هاي حالة 5 شاذة فقط لقائم الزاوية. اقول لك ليه، نحكي ليه. هلا مس تطابق المثلثات للمرة الألف لازم الثلاث زوايا يتساووا والثلاث أضلاع يتساووا. أنا قلت لك في 4 حالات احفظهم بدل ما تفحصهم كلهم، إذا لقيت الأربع حالات واحدة منهم بكون متطابقين. في المثلث قائم الزاوية بس هي الحالة لحاله، بقول لك إذا تساوى الوترين صح، لأن الوتر هو عبارة عن ضلع الأول تربيع زاد الثاني تربيع، فأنت بدك تجيب الأول وتربعه والثاني تربعه ويطلع معك الوتر اللي هو نفس الوتر هون، دليل إنه هذول الضلعين رح يكونوا نفسهم هذول الضلعين، فهي حالة كتير قوية كتير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. احنا هيك ختمنا المادة بإذن الله تعالى، إن شاء الله ما راح عليك ولا إشي حتى بالظروف السائدة اللي حلت علينا بإذن الله، إنه ولا إشي شلنا من عندك. كن على يقين آخر 3 فيديوهات لما جمعت لك إياهم أعطتك الإشي اللي كتير مهم، ونظرتي لقدام إيش الإشي راح تستعمله وإيش الإشي اللي ما راح تستعمله. تطابق المثلثات كتير راح تستعمله، التشابه مو كتير، ولكن هو هيجي عليك أسئلة بالفاينال. هاي الوحدة يعني أتوقع تكلفك ساعة بس دراستها، الإشي ركزت لك عليه جدا، أدرسه عشان حيجيك عليه امتحان. أنا جاهزة طبعا لأي أسئلة بعتولي، ويعطيكم ألف عافية، ورب كل عام وأنتم بألف خير.